خلال الساعات القليلة الماضية الدنيا وقفت على رجل، فوجئنا بأن هناك الكثير من التقارير الإعلامية اللي ولعت النار تقريبا في آلاف من الشباب السوري وقالوا الحقوا يا جماعة يا اللي موجودين في قلب دولة سوريا، الحقوا أولادكم الموجودين في قلب دولة ليبيا. الدنيا باظت بالنسبة لهم لدرجة أن في شباب مات في المنطقة الشرقية اللي بيسيطر عليها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. الحقوا ده خليفة حفتر مبهدل الدنيا وأولادكم ماتوا، الحقوا ده في معاناة، الحقوا لأن أولادكم تحولوا إلى مجموعة من العبيد. طبعا الدنيا وقفت على رجل. إيه اللي حصل وليه؟ ليه وسائل الإعلام الغربية وبالذات وسائل الإعلام البريطانية بدأت تعمل كده؟ طبعا لهدف في نفس يعقوب. خلينا نعرف الحقيقة والتفاصيل والملابسات الكاملة عشان نفهم ونعرف ما يدور في الكواليس. لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. خلونا نعرف فلاش باك سريعة في العلاقة ما بين ليبيا وما بين دولة سوريا الشقيقة. سنة 2012 في أعقاب ثورات الخراب العربي، ليبيا وقفت عمل السفارة بتاعتها في قلب دمشق بسوريا وسحبت سفيرها بعد الخلافات السياسية والصراع العسكري الممتد ما بعد مرحلة معمر القذافي وظهور تشكيلات وفصائل وقوى سياسية وعسكرية محلية ومدعومة خارجيا. القوى الغربية اللي دعمت الميليشيات الموجودة في قلب دولة ليبيا في أعقاب الخراب اللي حط على الوطن الليبي الشقيق، القوى الغربية اللي دعمت الميليشيات ديت هي نفس القوى الغربية اللي خربت الوطن السوري. النتيجة ليبيا سحبت السفير بتاعها بناء على تعليمات الأسياد اللي مشغلين الميليشيات في قلب دولة ليبيا. سحبوا السفير من قلب دولة سوريا زي ما ادوا تعليمات لبعض الدول في المنطقة ان هم يقطعوا العلاقات مع سوريا، فاتقطعت العلاقات ما بين الطرفين. بعد عام 2014 طبعا ازدادت حدة الانقسام السياسي جوه ليبيا وسيطرت حكومة الوفاق الوطني مع قوتها على طرابلس العاصمة، ومعها سيطر المعسكر الغربي على ليبيا واللي دمشق طبعا بترفضه وترفض التعامل معاه لان هو كان سبب في تدهور الاوضاع في قلب الوطن السوري. بالاضافة الى حكومة الوفاق كانت عميلة وكانت مرتبطة بعلاقات وطيدة اساسا برجب طيب اردوغان رئيس تركيا اللي بعت المرتزقة بتوعه في قلب دولة ليبيا واللي بعت المرتزقة بتوعه في قلب الوطن السوري. وبناء عليه المسائل طبعا دخلت في نفق مظلم. في نفس التوقيت ده صعدت طبعا قوات المشير خليفة حفتر اللي سيطر على شرق ليبيا ومعظم جنوبها عسكريا مع النفط بتاعها ومع المصرف المركزي بتاعها. خليفة حفتر بيميل للمعسكر الشرقي، له علاقة وطيدة مع مصر وله علاقة وطيدة مع غالبية دول المنطقة العربية وبيتفق مع سوريا بصورة أدت لاتخاذه خطوة متقدمة تمثلت في إعادة افتتاح السفارة الليبية بدمشق في 2020. بدأ يوطد العلاقات مع الوطن السوري. في الأوساط السياسية بتسمى حكومة حفتر بالحكومة الموازية، لأن الأمم المتحدة اعترفت بحكومة غرب ليبيا اللي هي حكومة فايز السراج ليها حكومة عبد الحميد لدبيبة، والاتنين دول كانوا حرامية دمروا الوضع في قلب دولة ليبيا وأبرموا الاتفاقيات مع أردوغان. بمقتضى الاتفاقيات ديت جت المرتزقة بتوع رجب طيب أردوغان وسيطروا على الوضع في المنطقة الغربية. حاول رجب طيب أردوغان ان هو يتحرك ناحية الاتجاه الشرقي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق صيحته الشهيرة سرت والجفرة خط أحمر يا حيلتها أنت وهو، لو قربت منها يحق للدولة المصرية أن هي تتدخل في قلب ليبيا وتحجمك لأن دي سيادة الدولة المصرية اللي مصر مش هتقبل أي نوع من الاعتداء عليها. وبالفعل كلاب رجب طيب أردوغان التزموا الخطوط الحمراء. طبعا حكومة الوفاق أو الحكومة الغربية عندها قوة غربية بتدعمها، المشير خليفة حفتر بتدعمه القوة الحريصة على الاستقرار في قلب المنطقة.
المشير خليفة حفتر ارتبط بعلاقات وطيدة مع غالبية الدول العربية وبالذات مع دولة سوريا الشقيقة. بناء عليه كان في قرار من قبل المشير خليفة حفتر بتسهيل حركة آلاف السوريين لمناطق سيطرة المشير خليفة حفتر لأهداف تتعلق بالعمالة والبناء، بالإضافة إلى الرواتب المجزية طبعا في قلب الوطن الليبي. في شهر إبريل اللي فات، يعني من حوالي 5 شهور بالضبط، ظهرت صفحة توظيف على مواقع التواصل الاجتماعي في قلب سوريا وعرفت نفسها بأن هي أول شركة متخصصة في نقل العمال والكوادر وتأمين فرص العمل لليبيا من مهندسين وعمال بناء وتخصصات أخرى. الشركة أكدت أن هي حصل على جميع التراخيص الحكومية الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل السورية بالاتفاق مع السفارة الليبية بدمشق بغية الاهتمام بتأمين العمال لليبيا تحت بند وهدف رئيسي يتعلق بإعادة إعمار مناطق متعددة بالتضامن مع شركات استثمارية وشركات هندسية أخرى وفق طبعا نظام عقود مصدقة رسميا من الجهات المنظمة والمعنية. وأكدت إن تسفير أولئك العمال السوريين هيكون على حسابها وبأجر مدفوع مسبقا على صعيد تذاكر الطيران وتأمين السكن والتأمين الصحي، بالإضافة إلى الرواتب المجزية طبعا. وبالفعل جرى تسفير 2000 مهندس وعامل سوري عبر إحدى الشركات في دمشق إلى ليبيا، وبالتحديد إلى موقع بناء يتبع شركة إعمار ليبية في منطقة قرب مدينة بنغازي. الدنيا متفلة وعشر، شباب سوريا سافر، الدنيا وقفت على رجل. يعني ايه معنى ذلك؟ ده طبعا تفكير امثال اردوغان وتفكير امريكا وتفكير الدول الغربية. كون انك انت تصفر دفعة واحدة الاف من الشباب السوري ويقعدوا في قلب المنطقة الشرقية، يبقى معنى ذلك انت عملت خلل ما بين المنطقة الشرقية والغربية. يعني معنى ذلك ممكن هنتلاقى في لحظة من اللحظات ان سوريا سيطرت ايضا هي كمان على شرق ليبيا، واصبح بشار الاسد له رجل كبيرة جدا في قلب شرق ليبيا. وفي ذات الوقت يبقى انت خرجت بشار الاسد من عملية الحصار الاقتصادي عن طريق هؤلاء العمال والتحويلات بتاعتهم. معنى ذلك انت بدأت تلعب في الممنوع. ايه اللي حصل بقى حضراتكم؟ فوجئنا ان صحيفة اندبندت البريطانية، وكالات انباء امريكية، وكالات الانباء الغربية الكبرى، كلها بلا استثناء في التو واللحظة نزلت تقارير مفادها يا شعب سوريا الحقوا اولادكم، الدنيا باظت، اولادكم مستعبدين، الدنيا اتربقت على دماغهم. وبدأت وسائل الاعلام الغربية دي تولع الدنيا في مواجهة المشير خليفة حفتر وفي مواجهة وجود آلاف السوريين في شرق ليبيا. صحيفة الاندبندنت تبنت حملات إعلامية ضخمة جدا ضد التعاون الوثيق ما بين المشير خليفة حفتر وما بين بشار الأسد، لدرجة ان هم عملوا قلق كبير جدا، وادعت ان هؤلاء السوريين عن الأمرين، وسجلت كتير من قصص متفبركة عن المعاناة بتاعتهم، الى درجة ان هي وصفتهم ان هم مجموعة من العبيد للمشير خليفة حفتر. شفت حضراتكم دناءة وصلت لحد فين؟ طبعا هم بيلعبوا بالاعلام بشكل قوي جدا، يعني زي ما قلت لحضراتكم في الاف الحلقات السابقة، قلت لكم بالحرف الواحد أنه في نفس التوقيت اللي الدول الغربية بتستخدم الإعلام كمدفعية أو كسلاح طيران بتهد وبتدمر بيه وبتشوه بيه وبتقود من خلاله حملات لتوجيه الرأي العام الغربي، في نفس هذا التوقيت نفاجأ بأن عندنا الإعلام العربي بتاعنا اللي احنا بنصرف عليه سنويا مليارات الدولارات من جيب الشعوب العربية، هذا الإعلام العربي مع الأسف فشل في ان هو يقوم بنفس الدور. طبعا الوضع كارثي جدا ومحاولة لإثارة الرأي العام السوري، لكن طبعا شعب سوريا عارف الكلام ده. العمالة السورية في ليبيا نزوح من حرب لأخرى، مناطق الشرق تستقبلهم لكنهم يشكون معاملة غير آدمية، وشركة التوظيف تنفي رواياتهم. طبعا دي الاندبندنت البريطانية النسخة العربية، ده صورة من التقرير اللي بدأ ينشر على المستوى الدولي، لكن كلها طبعا فبركة
وطبعا يا ما دقت على الروس طبول على رأي الشعب المصري، فيا ما الشعب السوري عانى الأمرين من مثل هذه الفبركة ومن مثل هذه المعاناة.